السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. معانا النهاردة مع المحاضرة رقم كام؟ 21؟ 21 في كورس سي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج. بإذن الله تعالى المحاضرة النهاردة هي أولى مراحل الإعداد العملي في كورس السي سي ان راوتنج سويتشنج بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هناخد بيزك كونفيجريشن جنرال اوفر فيو. أنت وانس إن أنت جالك سويتش طالع كده من البوكس بتاعته أو جالك راوتر، الراوتر يا جماعة أو السويتش بيطلع من البوكس بتاعته بلانك، بيطلع بلانك بلانك فاضي، اوكي. فالمطلب منك ان انت بقى ايه، احنا في اول كده كام فيديو هنتكلم فيه شويه بيزك كونفيجريشن، اعدادات اساسيه. هعلمك بقى ازاي مثلا تغير الاسم بتاعه، ازاي تعمل باسورد، ازاي تعمل انكريبشن ديكريبشن، الكلام ده كله هناخده باذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك هناخد ازاي نعمل بيزك نتورك، ازاي نعمل مثلا دي اتش سي بي سيرفر، نعمل دي اتش سي بي سيرفر اكسكلوجن، وهكذا باذن الله تعالى. طبعا وناخد التشالنجنج لاب 1، اول لاب بقى نشتغل بإذن الله. طبعا مرفق بالمحاضرات بالماتيريال بتاعه المحاضره، اللاب بالكونفيجريشن بتاعته. طيب وكذلك التشالنجنج تيست. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. انت جالك سويتش او راوتر، خلي بالكم البيزك كونفيجريشن للسويتش او الراوتر نفس نفس الكونسبت ونفس البيزك كونفيجريشن، نفس الاوامر. يعني اللي انا هتكلم عنه كراوتر او كسويتش هو هيكون نفس الاوامر كبيزك كونفيجريشن. طيب نبدا نتكلم بسم الله الرحمن الرحيم. هوست نيم، الهوست نيم ان انا اقدر اغير الاسم بتاع السويتش. طبعا انا اتمنى بس الناس اللي تشوف الفيديو تراجع على المحاضره بتاعه الاي او اس فاندمنتالز، اوكي، اللي هي الانيبل والكونفتي والكلام ده كله، تمام، وبعدين انقله على الايه الفيديو ده. طيب انا دلوقتي الهوست نيم ده بيغير لي الامر، ده بيغير لي الاسم بتاع الاي سويتش. طيب الباسورد، الباسورد اقدر اعمل باسورد في الانتقال، يعني الراجل لما يجي يكتب مثلا ادي سويتش، الراجل لما يجي يكتب انيبل، تمام، هيقوم سويتش مطلعه للايه، للبريفليج مود. طيب انا البريفليج مود ده مود خطير جدا، لو حد وصل له ده مود خطير جدا، لان ده تقدر تعمل من عليه فيريفيكيشن، وتقدر تشوف منه الكونفيجريشن الموجوده على السويتش والسيتنجز بتاعته والباسوردات والكلام ده كله، تقدر تطلع منه على الجلوبال كونفيجريشن مود اللي انت بتكتب ايه، تكتب كونف تي، اوكي. فانا عايز احط الباسورد ده بقى، اللي انا عايز احط باسورد لما الراجل يجي يكتب انيبل يظهر له باسورد قبل ما يفتح الايه، البريفليج مود. طيب كلام جميل. الكونسول، انا عايز بقى الراجل لما يجي يخش كونسول على سويتش من جهاز كمبيوتر، اول ما يفتح الكوماند لاين او السي ال اي بتاعت السويتش يقول له ايه، دخل باسورد، او ممكن اقول له ايه، دخل يوزر نيم وباسورد. ده لو هيفتح كونسول او لو هيفتح السويتش تيلنت. هنشوف لو احنا ازاي نعمل بيزك كونفيجريشن على السويتش وكذلك على الراوتر ان احنا نقدر نكونفيجر او نفعل خاصيه التيلنت. التيلنت يا جماعه اي بي بيست. اي بي بيست يعني ايه؟ يعني انا محتاج يكون الجهاز اللي اخش عليه معاه اي بي. فخلي بالكم ان انت اول كونفيجريشن بتعملها على سويتش بلانك، يعني او معمول له ريسيت للكونفيجريشن، يعني ممسوح من عليه الكونفيجريشن. انت مثلا جبت سويتش مستعمل وتعمل له ريسيت، يعني تعمل له ايه، اتمسح عليه الكونفيجريشن كلها، او جبت سويتش جديد. طب السويتش ده انا عشان اخش تيلنت، التيلنت بيريحني لان انا مش هحتاج اروح لمكان السويتش واوصل كابل كونسول دايركت مباشره، بيريحني جدا. بس فكره التيلنت ان انا لازم اكتب تيلنت والاجبي مثلا 10.0.0.1. طب السويتش اصلا لو طلع من البوكس بتاعته او لو معمول له ريسيت، خصوصا انا بتكلم على سويتشات سيسكو ما بيكونش عليها اي بي هات، اوكي، فانا كده مش هقدر اخش عليه تيلنت. فاول التفاعل بينك وما بين السويتش او الراوتر بيكون عن طريق الايه، الكونسول. بتظبط الكونفيجريشن، بيزك كونفيجريشن بتاعت السويتش او الراوتر، وبعد كده بتحطه في الراكه بتاعته، بتحطه في الراكه بتاعته، وتطلع بقى ايه، ممكن تكونكت بقى ايه بي من مثلا الاي تي، مثلا الروم بتاعتك او الاوفيس بتاع او المكتب بتاعك، وتخش تيلنت والكلام ده كله. فاحنا هنشوف ازاي نفعل خاصيه التيلنت، ازاي نعمل باسورد انكريبشن. ان انا دلوقتي لو اي حد جه عمل اوامر امر شوران، الشوران ده بعمله في البريفليج مود، بيظهر لي كل الكونفيجريشن او الجنرال كونفيجريشن موجود على السويتش. فلو انا كاتب باسورد هنا، المفترض الباسورد هتظهر، لو جيت عملت شوران الباسورد هتظهر. طب انا عايز الباسورد تظهر بس متشفره، ليه يظهر قدامك اوقات؟ يعني ايه انا عايز الباسورد تظهر بس تظهر متشفره؟ لان تظهر قدامك اوقات ان انت مثلا بيكون قدامك مثلا 40 سويتش، فانت هتعمل بيزك كونفيجريشن لسويتش واحد بس، وبعد كده ايه هتعمل كوبي بيست،
اوكي، هتعمل كوبي بيست، تسحب ايه الكونفيجريشن من السويتش وبعد كده تكبيرها على باقي ايه السويتشات. بس القصه المشكله معايا ان انت تفرض مثال او سيناريو ان انت رحت اديت البيزك كونفيجريشن على فايل تكست كده واديته ايه لاي تي تكنيشن فني الاي تي، فانت بتقول له بص روح كبير لي دول على السويتشات الثانيه، بس انت مش عايزه يعرف الباسورد. لو هو بص على الكونفيجريشن اللي انت عاملها هيلاقي الباسورد بتاعتك مكتوبه انكريبت تكست، فالباسورد انكريبشن دي اللي احنا عايزين نتعلم ازاي نشفر الباسورد بحيث ان هو جه عمل امر اسمه شوران تمام يشوف الكونفيجريشن كلها بس السطر بتاع الباسورد يلاقي الباسورد ايه متشفره. طيب وهنكمل بقى ايه احنا يعني نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم باول ايه جزئيه، مش عايزين بقى ايه نخش نغوص اكتر عشان برضو ايه الناس ما تملش معانا. الهوست نيم، انا بس عايز ادي ملاحظات الهوست نيم. الهوست نيم يا جماعه لو بيفرق الاسم بتاع السويتش تغييره سهل، بس الفكره ان انت تغير السويتش ازاي، يعني هتحط اسم ايه، الاسم اللي انت هتحطه. انا بفرض هسالك سؤال على حسب انت المبنى، انت في انهي مبنى وانت النتورك بتاعتك التصميم بتاعها عامل ازاي، لان قد يكون ممكن مثلا مبنى واحد في مبنى في 10 فلور يعني 10 طوابق تمام، فكل طابق او كل فلور او كل دور فيه ايه سويتش واحد، فانت ممكن تعمل ايه مثلا. افرض احنا عندنا مثلا احنا في الشركه مثلا ديبجز وعندنا مثلا 10 ادوار، فانا السويتش الاولاني ممكن اسميه ديبجز اوكي ديبجز داش اس دبليو يعني سويتش داش مثلا 1 يعني في الدور الاول، وبعدين السويتش الثاني اسميه ديبجز داش اس دبليو داش 2 وهكذا. طب لو راوتر هشيل بس السويتش واحط ايه راوتر، طبعا انا مش هيظهر عندي حالات ان يكون في راوتر في كل دور، يعني هو كل مبنى بالكتير قوي يكون في راوتر او اتنين لو عايز اعمل باك اب اوكي عايز اعمل ريداندنسي، ده هناخده ان شاء الله في الراوتنج في الاتش اس ار بي والجي ال دي بي والفي ار ار بي. المهم طب ده لو مبنى، طب ممكن يبقى عندي كذا مبنى، فانا مثلا ايه ممكن اقول مثلا ايه سويتش داش 1 يعني ده رقم المبنى البيلدينج رقم البيلدينج نمبر تمام داش 1 يعني بيلدينج نمبر 1 وفي الفلور او في الطابق الاول الوان التانية دي، فطبعا بيبقى في كودينج عايزك تكون محافظ على يعني تدي اسامي مش اي اسماء مش اي هوست نيم تديه، تدي الاسامي بتاعتك بحيث ان انت ترقم الاجهزة بتاعتك بطريقة احترافية بطريقة تسهل عليك ان انت ما يكون عندك مشكلة في سويتش كذا وتلاقي الاسم بتاعه، فانت تسأل ما تسألش نفسك بقى هو السويتش ده بتاع اني حتة بالظبط في المبنى او في البيلدينج بتاعي اوكي. طيب احنا التوبولوجي دي انا عاملها لكم تحملوها من هتلاقيها في الفايل بتاع الماتيريال، يعني انا في الفايل بتاع الماتيريال كده هتفتحوا المحاضره كلها تلاقوا لابس اوكي، هتلاقي هتخشوا بقى ايه لاب داش او 1. هقول لكم بقى في الاخر تريك كده على حته ان انت ايه تشغل اللاب او ممكن اقول لكم دلوقتي ان انا ممكن بس في ناس تكون حابه تطبق معايا. بصوا يا جماعه انتوا اول ما تفتحوا اللاب كده تمام هتلاقوا نخش مثلا على اوبن بروجكت مثلا اوكي او بلاش اوبن بروجكت تعالوا نفتحها من هنا. لو انا مثلا رحت على مثلا كورس السي سي ام بي اوكي ماتيريال سويتشنج مثلا دي محاضرات السويتشنج، انا مثلا كل لاب هتشغله هيكون معاه نيو فولدر اسمه او فولدر اسمه بروجكت فايلز فولدر زي ده كده، ده هحطه لكم في اللاب على فكره تمام. هتخش هتفتح امبورت اكسبورت ديفايس كونفيجز تمام وتدوس امبورت كونفيجز فروم دايركتوري تمام امبورت كونفيجز، وبعدين تروح الى الفولدر او البروجكت فايلز تمام. لو انا مثلا ايه انا عندي مثلا هنا مثلا يعني ها واخش هنا وادوس على الفولدر ده وادوس سيلكت فولدر تمام، انت هتلاقي بروجكت فايلز هتلاقي فولدر زي ده موجود في الملف بتاع اللاب داش او 1 اوكي، يعني هتلاقي فيه طبعا بس خلي بالكم انت هتشتغل على بيزك كونفيجريشن، فانا مش هحط لك على فكره البروجكت فايلز في اللاب داش او 1 اوكي هحطه مش ليه مش هحطه لك لان ده لاب انت هتبدا تعمل عليه كونفيجريشن من اول وجديد، فانا مش هكون مسيف لك كونفيجريشن على الاجهزه خدتوا بالكم ولكن خلي بالكم نخش تاني كده للمحاضرات فولدر المحاضرات اللابس هنا هتلاقي لاب داش او 1 ولاب داش او 1 فاينل، ده اللي هتلاقي بقى فيه البروجكت فايلز، ده اللاب النهائي يعني بقى ده اللاب المحلول، بحيث ان انت لو عايز تذاكر او عايز تسترجع الاوامر الكلام ده كله هو اللي بقى تسترجع الاوامر وتظبط الدنيا بتاعتك ازاي، بس بعد كده اي لاب يكون معاه ملف البروجكت فايلز تمام. يعني انا هقول لك لاب بص انا مدي اي بي هات بس انا عايزك تعمل حته فلانيه، فانا مدي اي بي هات يعني اكيد في كونفيجريشن انا عاملها قبلك، فانت هتحمل الكونفيجريشن بالطريقه اللي انا قلتها لك ان انت تجيب امبورت اكسبورت فايل
اللي هي الامبورت امبورت ام اكسبورت كومبكس اها ديفايس كومبكس، وتتعلم بقى على امبورت، وبعدين تدوس على الفولدر اللي فيه الكونفجز وتعمل بقى ايه امبورت. طيب كلام جميل. انا هبدا، انا هعمل بيزك كونفيجريشن يا جماعه هنا على الثري ديفايسز دول. تعالوا بس الاول نشوف احنا المطلوب مننا ايه اصلا. المطلوب مننا ريكوايرمنتس بقى. الريكوايرمنتس بيقول لي ايه؟ تشينج هوست نيم سبرول سويتشز اند راوترز تو ديبجز داش اس دبليو اور ار داش نمبر اوف ديفايس. تاني يعني انا دلوقتي كل سويتش من دول هغير، او راوتر هغير الاسم بتاعه ديبجز، وبعدين داش اس دبليو لو كان سويتش، او ار لو كان راوتر، بعدين النمبر اوف ايه النمبر اوف ديفايس. كلام جميل. انا هفتح الاول الاي سويتش بطريقه من اتنين. انا طبعا هو اصلا كان باور ضعف، انا بعمله باور اون من خلال الستارت ريزن اول ديفايسز، او انك تعمل كليك يمين كده على كل ديفايس وكليك يمين وستارت تقوم الديفايس ده ذات نفسه، لان البوتن اللي فوق دي بتقوم لك الديفايسز كلها. انا ما بنصحش بكده، خصوصا لو انت ما تنصحش ان انت تدوس على البوتن دي لو انت عندك توبولوجي كبيره، ما تقومش الاجهزه كلها مره واحده، قوم حبه حبه. طب اقوم حبه حبه ازاي؟ ده انت وريتني ازاي اقومهم كلهم مره واحده، او اما اقوم جهاز واحد بس. لا انت ممكن تعمل دراج كده مثلا وتقوم الجهازين دول، تعمل مثلا لو جيت عملت ستوب اها هتلاقي الجهازين دول بس هم اللي قفلوا اللي انت عملت عليهم دراج. طيب ده كلام جميل، ده ستارت اها. انا هبدا من اول سويتش داش 1. احنا هنعمل بيزك كونفيجريشن على السويتش هنا، وبعدين هنبدا بقى نطلع بقى ايه في الكونفيجريشن بتاعتها. يعني انا هخلص البيزك كونفيجريشن كلها على السويتش داش 1، بعدين هكرر بقى نفس الفكره على الار داش 1 والسويتش داش 2 وهكذا. طيب انا السويتش ده انا عايز اغير الهوست نيم بتاعته. بالمناسبه كل السويتشات او الراوترات اللي بتقومها من الجي ان اس 3 اغلبها بيقوم من البريفليج مود، بيقوم من البريفليج مود مش من الانيبل مش من اليوزر اكزاكت مود. تمام، بس انا عايز اخليهم يقوموا من اليوزر اكزاكت. فهتعمل كده كونفي تي لاين كون زيرو، بعدين هتعمل نو بريفليج ليفل 15. طيب وبعدين هتعمل دو رايت اوكي وتدوس كونفيرم اوكي، وبعدين دوس اكزيت اوكي. اهو دلوقتي فتح عند اليوزر اكزاكت مود. طيب هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا احنا كاننا ما عملناش حاجه، احنا كاننا اعمل بس الخطوات دي انا هشرحها كده كده قدام، بس انا عايزك تبدا من اول ما يفتح من اليوزر اكزاكت مود. هندوس انيبل اوكي انيبل، وبعدين هندوس كونف تي. انا عايز اغير كونف تي عشان اروح للجلوبال كونفيجريشن. الهوست نيم انا عايز اغير الهوست نيم، او عايز اغير النيم بتاعت السويتش. الامر اسمه هوست نيم بس كده. لو دوست شفت علامه استفهام بيقول لك وورد، اي فاريبل يا جماعه هيجيبه لك كابيتال كده تمام، كابيتال يعني تعرف ان ده فاريبل حاجه انت هتكتبها، يعني مش امر انت هتكتبه. يعني انا ممكن مثلا اعمل انترفيس كليك. بصوا دي حروف، يعني دي مش كلمات او مش كوماندز كابيتال كلها، دي مش حاجات كوماند مش كابيتال كلها تمام. اهو ده مش كابيتال لان دي حاجات انت هتكتبها بعينها. مثلا هكتب انترفيس رينج تمام، لكن لو انا كتبت مثلا هوست نيم ولقيت في شفت علامه استفهام كويستشن مارك وورد كده تمام، او اي دوت بي دوت سي دوت دي، اي كابيتال دوت بي كابيتال دوت سي كابيتال دوت دي كابيتال، يعني هو عايزك تكتب الاي بي مثلا تمام. فده انت حاجه انت اللي هتكتبها، مش حاجه مش امر انت هتكتبه، لا دي حاجه تكتبها انت من عندك. طيب انا هسمي السويتش هو عايزنا نسميه، تعالوا نبص ديبجز داش، ده طبعا سويتش، فانا هعمل داش اس دبليو بعدين داش 1 هدوس انتر اوكي. طبعا اهو بصوا يا شباب اهو اتغير الاسم بتاع السويتش. كلام جميل جدا. طيب انا عايزك تفكر في كذا برضه جزئيه. في عندي مشكله بتظهر اني انا لو جيت طلعت لليوزر اكزاكت مود، جيت كتبت انيبل، هلاقي ان هو بيتنقل على طول للبريفليج. انا عايزه يطلب باسورد بالانتقال من اليوزر اكزاكت مود للبريفليج مود تمام. طب انا هعمل ده ازاي؟ بامر اسمه الانيبل باسورد، انيبل باسورد ودوس سيسكو. مش شرط تكتب سيسكو، اكتب الباسورد بتاعتك. انا هعمل 1 2 3@سيسكو اوكي. كلام جميل. لو جيت اجرب كده اشوف هتشتغل معايا ولا لا. لو جيت رجعت كده كتبت انيبل، ها بيطلب باسورد دلوقتي، اهو دلوقتي بيطلب مني باسورد، هدخل الباسورد بتاعتي سيسكو. لا لا هي 1 2 3@سيسكو اها. كونف تي
طيب انا عملت الباسورد بتاعتي، طيب انا ممكن اعمل من اوامر الشو بقى، تمام، اوامر الشو اهم، ده راس مالك كمهندس شبكات، لان دي الاوامر اي حاجه قبلها شو انت بتشو، يعني بتبص على الكونفيجريشن المكتوبه تفيدك في الترابل شوت. لو انت عندك مشكله في نتورك فانت ما ينفعش ان انت تحل المشكله قبل ما تعرف فين المشكله. طب هتعرف المشكله منين؟ عن طريق انك تشيك على الكونفيجريشن الموجوده على السويتش. اهم امر او اول امر انت هتاخده في الشو اسمه شو رانينج كونفيج، او ممكن تختصره بشو ران كده، تمام. ده بيوريك الاعدادات الديفولت الموجوده على السويتش وكذلك الاوامر اللي انت دخلتها. يعني مثلا انا ما كتبتش مثلا لوجينج بافرد 50000، انا ما كتبتش دي، تمام، انا ما كتبتش لوجين كونسول ديسكريميناتور اكسس، ما كتبتش دي لان دي حاجه جايه من المصنع، اوكي، دي جايه من المصنع. لكن اللي انا كتبته مثلا انيبل باسورد، انا كتبت ايه الانيبل باسورد. طيب ايه اللي انا كتبته تاني؟ كتبت هوست نيم، هوست نيم ديبوكس داش اس دبليو داش 1. طيب كلام جميل جدا. كونف تي، انا عايز يحصل الاتي بقى، انا عايز اللي يجي يفتح السويتش يلاقي رساله تحذيريه. طيب يا جماعه انا اقول لكم في يعني ايه جزئيه في قانون امن المعلومات، ان انت لو اخترقت جهاز، لو انت اخترقت جهاز فانت تصبح مدان لو اخترقت جهاز في شركه معينه، فلو انت يعني اتجبت من الاخر، اتجاب مين اللي اخترق الجهاز ده، تمام، فهو مذنب بس طالما لم يجد اي رساله تحذيريه. يعني لو انا جيت فتحت السويتش مثلا وما لقيتش اي رساله تحذيريه على السي ال اي بتاعه السويتش، انا اخترقت وكسرت الباسورد وما لقيتش اي رساله تحذيريه اصلا، يعني مثلا رساله تحذيريه زي ان اوثورايزد اكسس از بروهيبيتد، الحاجات دي كلها يعني، تمام، الرساله التحذيريه اللي انت تقول ان ما ينفعش مثلا لو انت مش معاك الصلاحيه ما تخشش على السويتش، لو ما فيش اي رساله تحذيريه والهاكر دخل وما فيش اي رساله تحذيريه يصبح غير مدان، يصبح غير مدان، معلوش اي حاجه، لان هو يعرف منين، اوكي. طيب ده كلام جميل. فانا بالتالي انا عايزك تعمل الجزئيه اللي هعملها في الكونفيجريشن الجايه دي عشان انت تضمن حقك القانوني في حاله ان تم اختراق السيستم بتاعك. ليه؟ لان انت وتم اختراق السيستم وتم ضبط الشخص اللي عمل عمليه الاختراق دي بطريقه غير شرعيه، فانت ممكن تدينه، لان انت عامل رسائل تحذير على كل ديفايس ان ما ينفعش تخش الديفايس دي الا لو معاك صلاحيه. طيب الامر اللي يقدر يعمل لي الكلام ده وايه، والرساله بتظهر لي فين وامتى؟ طيب الامر اسمه بانر ام او تي دي، تمام. ممكن اكتب مثلا ايه ان اوثورايزد، اكتب بقى، بصوا يا جماعه بانر ام او تي دي وبعدين لاين اها ان اوثورايزد اكسس از بروهيبيتد، ادوس انتر. لو جيت دوست اكزيت رجعت ورا كده اها مظهرتش عندي، مظهرتش تمام كان نعمل كده سيسكو، لا 123 @cisco conf t banner mltd، هو بيقول animating character type a on auto طب ماشي خليها كده c on unauthorized access is prohibited. اكذب اهو بصوا يا شباب، هو بيقول لي طبعا اكتب ايه، يعني بصوا انا لاحظت كده اما لقيت لاين يعني اكتب الرساله بتاعتك، ولكن بيقول لك ايه سي، اعمل سي وبعدين يعني اكتب سي وسي وبينهم البانر تكست بتاعتك، تمام. دي اهو انوثورايز اكسس از بروهيبيتد، او ممكن اكتبها بصيغه اشيك، صيغه اشيك من كده، تمام. ايه الصيغه الاشيك؟ ان انا ممكن اعمل بانر ام او تي دي وبعدين بانر ام او تي دي وبعدين دوس شيفت 6 اللي فوق بحيث يديك الايه الباور، علامه الباور ساين، وبعدين اعمل بقى الايه الشكل الاتي ده بقى ايه رساله تحذيريه بقى ايه تخوف كده unauthorized access is prohibited اها ودوس اها اها كلام جميل. تعالوا نرجع تاني ونشوف. بصوا يا شباب اهي unauthorized access is prohibited. طيب كلام جميل جدا. نروح بقى ايه نطلع للبريفليج.
طيب نكمل. لو انا رحت طلعت كونف تي ودخلت على نبدا نعمل كونفيجريشن مثلا الكونسول، ان انا هخش لاين كون وتعمل شيفت علامه استفهام بيقول لك 0 داش 0 فيرست لاين واللاست لاين. الفيرست لاين ده هو هنا 0 0 ليه؟ لان ما ينفعش يا شباب يخش على السويتش اكتر من ستيشن كونسول، يعني السويتش ما فيهوش الا بورت واحد كونسول بس، تمام، يظهر يطلع كده على ايه الجهاز، تمام، فما فيش الا بورت كونسول واحد. فطبعا السيشن الواحده الكونسول هي رقمها، هو بيبدا العد من اول 0، بيبدا العد من اول 0، فاكيد عشان كده هو بقى ايه جايب لك اللاين كون لاين اللي هي نسبه للستيشن، يعني كون اللي هي اختصار كونسول 0. نبدا نعمل الكونفيجريشن بتاعتها. اكتب الباسورد مثلا باسورد سيسكو، انا عايز يطلب مثلا باسورد سيسكو. اها طيب ده الباسورد ده هيظهر لاي حد بيخش كونسول. طب انا اوريدي داخل كونسول اصلا، تعالوا كده مثلا نطلع من بره. ما طلبش باسورد. طب ليه ما طلبش باسورد؟ تعالوا نشوف كونف تي لاين كون 0، نخش تاني كده اختصار بتاعها لاين كونسول 0 بتساوي لاين كون 0، وبعد هكتب لوجن. الامر لوجن ده لازم يتكتب، يعني انا لازم اكتب باسورد سيسكو وبعدين اكتب لوجن، مش العكس، مش لوجن وبعدين باسورد، تمام. طب اللوجن ده ايه فايدته؟ فايدته ان هو بيقول للسويتش اطلب الباسورد، اللوجن دي فايدتها اطلب الباسورد ريكواير الباسورد اللي هي مكتوبه تحت اللاين كون 0، تمام كده. فانا لو طلعت اكزت المفترض يطلب مني الباسورد، اها باسورد يوزر اكسس فيريفيكيشن، ادخل الباسورد بتاعتي، بعدين من الانيبل من اليوزر اكزاكت مود للبريفليج مود اللي هو 123 ات سيسكو، تمام. طيب كلام جميل، ده لاين كون 0. نخش مره ثانيه السويتش يا جماعه، لو انت سبته فتره معينه هيتحول لوضعيه سليب. السليب يعني ايه؟ يعني السليب اللي انت مثلا انت افرض انت بتعمل كونفيجريشن ودخلت على المود بتاعك اللي هو الكونفيج لاين، ورحت انت مثلا رحت تعمل كوبايه شاي، رحت عملت اي حاجه، رجعت بعد نص ساعه، هتلاقي المفترض السويتش يرجع لك في الحاله دي، هتلاقي السويتش ايه يرجع لك في الحاله دي. طب دي خاصيه اللي هي اللي اسمها الاكزاكت تايم اوت، ده الفتره ال دخل كده باسورد سيسكو انيبل 123 ات سيسكو كونف تي تي لاين كون 0 الاكزاكت تايم اوت. دوس شيفت علامه استفهام. شيفت علامه استفهام بيقول لك ايه التايم اوت ان مينتس، يعني ايه الوقت بالدقائق اللي انت لو استنيته او لو سويتش قعده من غير ما حد يدخل عليه كونفيجريشن او من غير ما حد يلمسه، السويتش هيقوم راجع اللوجن بانر، هيقوم راجع للصفحه بتاعت اللي هي ديبوجز سويتش داش 1 كون 0 از ناو افيلبل. ايه هو الوقت بالدقائق؟ انا بفضل ان انت تلغيه، تمام، بس انا هفترض ان انت هتحدد وقت، ممكن تحدد 2 مينتس وكمان تعمل سبيس شيفت علامه استفهام يقول لك طب التايم ان سكندز ايه؟ يعني مثلا لو جيت عملت التايم ان سكندز يعني كده السويتش هيستنى دقيقتين وثانيتين. اول انترفال ده بيرفير للتايم اوت ان مينتس، وتاني انترفال بيرفير للتايم اوت ان سكندز. طيب كلام جميل، انا بقى افضل انت تلغيه، اما انك تعمل 0 0 او اما انك تعمل نو اكزاكت تايم اوت. طيب كلام جميل جدا. في اشكاليه تانية. ايه هي الاشكاليه التانية؟ تعالى مثلا لو انا جيت عملت مثلا اكزت، بصوا يا شباب انا هفترض ان انا بكتب اوامر، فانا عمال اكتب مثلا كونف تي انترفيس ايثرنت 0 سلاش 0 شوت داون، انا هوريك كده سيناريو كده مثلا وعمال اكتب مثلا ايه انترفيس. بصوا يا شباب الاوامر عماله تتداخل مع الايه، عماله تتداخل مع الرسائل اللي بتظهر. الرسائل اللي بتظهر دي وانت وسط بتعمل كومبيليشن اسمها سيس لوج مسج، رسائل بتوصل لك بتفهمك مثلا انا مثلا دخلت انترفيس ايثرنت 0 سلاش 0 شوت داون قفلته، فهو بيقول لك خلي بالك ده الانترفيس بقى في حاله داون، رسائل كيب الايف، يعني بتوضح لك السويتش تم عليه كذا، السويتش تم عليه كذا، تمام. فالمشكله ان الرسائل دي باي ديفولت بتتداخل مع الامر اللي انت بتكتبه، فبتلخبطك، تمام. يعني بصوا انا بكتب كده اي حاجه، تمام. طب انا مثلا هعمل نو شوت داون، اوكي، وتخيلوا مثلا هكتب اي 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 كده يعني، تمام. انا عايز بس تلاحظ، بصوا الاي اي اي دخلت مع السطر، بصوا دخلت مع الرساله، اوكي. طيب ايه، طب انا عشان عايز بقى افصل ان بحيث ان الرساله دي افصل، بحيث الرساله دي لو ظهرت الامر اللي انا بكتبه يفضل موجود في نفس الايه، في نفس السطر بتاعه. فانا هعمله على ازاي؟ انا داخل ايه، كونسول ولا تيلنت؟ انا داخل كونسول، يبقى اخش لاين كون 0 ودخل امر اسمه اللوجن سينكرونس، تمام، لوجن سينكرونس هيعمل لك عزل،
طيب تعالوا نشوف، لو جيت دخلت ايثر نزل لزيرو مثلا، وجيت عملت شوت داون، وجيت عملت بصوا ايه 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 إيه كده، بصوا تمام، بصوا ما بيتدخلش مع الايه اللي انا بدخله، ما بيتدخلش مع الرساله اللي بتظهر. تمام، لو انا جيت كتبت نو شوت داون وعملت ايه 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 كده، تمام، برده ما بيتدخلش مع الايه، ما بيتدخلش مع الايه الرساله. انا اتمنى تكون انتوا فهمتوا الجزئيه دي. طيب كلام جميل. في اشكاليه تانية، ان انا مثلا عايز الكونسول يطلب مش باسورد، يطلب يوزر نيم وباسورد، يطلب يوزر نيم وباسورد. طب اعمل ده ازاي؟ كرييت يوزر اكاونت، لوكال يوزر اكاونت، امر من الجلوبال كونفيجريشن اعمل يوزر نيم، انا مثلا هسميه احمد، وباسورد سبيس باسورد، الباسورد بتاعتي مثلا هخليها 1234 ات سيسكو. اوكي كلام جميل جدا. طيب هرجع اكزت، لا مش اكزت بقى، اروح لللاين كون زيرو. لو انا جيت عملت بصوا بقى دوش وران، اوكي، وهنزل تحت خالص اللاين كون زيرو، انا عملت فيها ايه؟ اكزاكت تايم اوت 00، عملت الباسورد سيسكو، عملت اللوجن سينكرونس، واللوجن مكتوبه، اللوجن ايه كتبتها. اوكي طب ده كلام جميل. على فكره انا ممكن، خلي بالكم انتم مش ملاحظين ان انا جيت عملت دو شو ران، هو الشو ران ده اصلا لو انا كتبته كده يديني انفاليد. ليه؟ لان انا مفترض اكتبه من ايه؟ المفترض اكتبه من البريفليج. طيب كلام جميل. طب لو انا في جلوبال كونفيجريشن او في سب كونفيجريشن زي الكونفيج لاين بتاعت اللاين كون زيرو، وعايز اكتب امر شو او اكتب اي امر بيتكتب للبريفليج، بس انا من الاخر مكسل ارجع، مكسل ارجع بالاكزت، تمام، ممكن تكتب الامر اللي بيتكتب بالبريفليج بس قبليه دو، يعني هكتب دو شو ران يظهر لي بقى الايه الاوامر اللي المفترض تتكتب في البريفليج، فظهر لك الكونفيجريشن بتاعت اللاين كون زيرو اهي. تمام انا الدنيا كده معايا ماشيه تمام التمام. هروح كونفاتي، اوكي كونفاتي ايه، انا كده كده اصلا على السب كونفيجريشن. طيب انا عايز اطلب اليوزر نيم والباسورد، انا كتبت يا جماعه اليوزر نيم والباسورد بتاعتي، انا كتبتها من الجلوبال اها، يوزر نيم احمد، باسورد اها سيسكو، باسورد زيرو يعني باسورد ان انكريبتد، الباسورد المكتوبه دي ان انكريبتد يعني اتس ان كلير تكست، هي موجوده في كلير تكست مش متشفره. طيب انا عشان طبعا انا هوريك ازاي تشفر الباسورد، بس انا دلوقتي عندي التشالنج بتاعتي، عايز اخلي الكونسول اما تخش على الكونسول يطلب بدل باسورد يطلب يوزر نيم وباسورد. هعمل ده ازاي؟ بمنتهى البساطه على لاين كون زيرو هكتب امر اسمه لوجن لوكال، لوجن يعني اطلب، لوكال يعني اليوزر نيم والباسورد اللي متخزنه في اللوكال داتابيز. هو مش اليوزر نيم والباسورد دي متخزنه في اللوكال سويتش، ده متخزنه في اللوكال سويتش. يعني تخيلوا ان انا ممكن مثلا دي تطبيقات بتظهر بقى الاي سي اس سيرفر، اللي انا مثلا عندي سويتش اوكي، فاللي داخل كونسول اها السويتش متوصل ب اكسس سيرفر، اكسس اكسس سيرفر الاي سي اس سيرفر، اي سي اس سيرفر ده تاكس سيرفر، تاكس سيرفر او ريديس سيرفر. anyway الجهاز لما يجي يطلب يوزر نيم وباسورد السويتش ما يبصش باللوكال داتابيس بتاعته، انت ممكن تخليه يروح للاكسس سيرفر او انا اسف الاي سي اس سيرفر، ويقول للاي سي اس سيرفر هو دلوقتي هو السويتش طلب منك يوزر نيم وباسورد، انت دخلت كيوزر اليوزر نيم والباسورد، السويتش هيقوم شايل اليوزر نيم والباسورد ورايح الى الايه الاي سي اس سيرفر، ويقول للاي سي اس سيرفر هل اليوزر نيم والباسورد ده اوثورايزد ان هو يخش عندي، والاي سي اس سيرفر يرد عليه ممكن يقول له اه او لا. يعني انت ممكن تكريت الاكونتس بتاعتك على الاي سي اس سيرفر مش تكريتها على الايه السويتش، تمام، وبالتالي اما كل السويتش بقى كل ما يدخل عليه حد يدخل يوزر نيم باسورد السويتش يروح يسال الايه الاي سي سيرفر هل يوزر نيم باسورد دي متايده عندك ولا لا. طب ده بيفيد طبعا التكنولوجي دي انت هتاخدها او التطبيق الابلكيشن ده هتاخده في السي سي ان اي سكيورتي، مفيد جدا جدا، لان تخيلوا ان انا عندي مثلا في سايت اكتر 40 سويتش مثلا و10 راوترات، عندي عدد كبير من النتورك انفراستراكشر او نتورك ديفايسز، انا كل جهاز ممكن يكون عليه 3 او 4 يوزر نيم وباسورد، يعني 3 او 4 اكونت، وكل اكونت بقى ليه صلاحيات مختلفه، فانا اكيد طبعا الموضوع هيبقى مرهق جدا لو انت كل جهاز جيت عملت عليه الايه اللوكال يوزر نيم والباسورد او اللوكال اكونت، انت ممكن تكريته من جهاز واحد بس وهو يسيرف على باقي الايه الاجهزه كلها. طيب ده كلام جميل جدا. بس انا طبعا مش هديك الاس اس سيرفر ده كده كده مش عندنا في الاوبجكتيف في سي سي ان ايه لوجن لوكال اها. نرجع بقى اكزيت فيريفاي هل هيطلب مني اليوزر نيم والباسورد ولا لا. اها فعلا يوزر اكسس فيريفيكيشن طلب اهو اليوزر نيم، اليوزر نيم احمد، الباسورد ايه بقى فاكرين 1234 @ سيسكو
اها دخل وانيبل، هيطلب اليوزر الباسورد اللي هي تحت او ورا جملة انيبل باسورد، دخل اهو. اوكي كلام جميل جدا. طيب حلو قوي كده. انا عايز اكونفيجر برضو الكونفيجريشن بتاعت التلنت. التلنت عشان يتعمل له كونفيجريشن لازم يكون ليه حاجتين، تحدد اي بي للسويتش، وتظبط كونفيجريشن ما يسمى بالفي تي واي. بالفي تي واي تمام، يعني بدل انت كنت بتخش ايه، بتخش لاين كونسول زيرو، طب انت هتخش بقى لاين تمام في تي واي. تمام الفي تي واي اللي هي الفيرتشوال تي تي واي. التي تي واي دي كلمه كده متاخده من السي ال اي بتاعت اللينكس او اي حاجه يونكس بلاتفورم. تمام ففي تي واي ده بيمثل ليك يعني ان اي سيشن مفتوحه عن بعد، يعني الكونسول ده سيشن بس مفتوح ايه، مفتوح في لينك دايركت واصل ما بين النود او الكلاينت اللي بيكونفيجر السويتش. طيب تعالوا بقى قبل ما نخش على لاين فيديو واي نعمل دو شو رن، وممكن نعمل بايب سيكشن. اوكي اظهر لي الكونفيجريشن الخاصه باللاين في تي واي 04. اوكي اها اوكي تمام. لا انا بص يا شباب، انا لو جيت عملت دو شو رن ايه حته البايب سيكشن دي، انا دلوقتي عندي اللاين في تي واي 0 ل 4. يعني ايه لاين في تي واي 0 ل 4؟ 0 1 2 3 4، يعني السويتش يقدر خمسه، يعني يقدر يستقبل خمسه سيشن ريموتلي. يقدر يستقبل ايه خمسه سيشن ريموتلي؟ يعني بمنتهى البساطه كده لو انا دخلت هنا انا مثلا عندي السويتش اهو، اوكي ممكن يتم مثلا ايه الدخول عليه with telnet عن طريق مثلا جهاز ده يخش على السويتش ده مثلا telnet، وجهاز برضو ده ممكن يكون يخش عليه telnet. ممكن حد يقول لي يا باشمهندس طب ما ده كونسول، لان ده موصل ايه دايركت على السويتش. اقول لك لا، ده كابل ايثرنت، ده كابل شبكه، لكن كارت الكيبل بتاعت الكونسول غير الايثرنت كيبل. دي مش ايثرنت كيبل، دي مش اي بي بيز، دي لما تفهمش لغه اي بي هات. تمام طيب ده كلام جميل جدا. احنا قلنا ان تاني الفي تي واي ده كونفيجريشن بتاعته لازم اظبط الكونفيجريشن تحت اللاين بي تي واي، باسورد بقى ولوجن والكلام ده كله. وبعدين هعمل هتظبط الاي بي بتاع السويتش عشان اقدر اخش عليه باي بي واقدر افتحه ريموتلي. طيب كلام جميل. اخش لاين في تي واي 0 0 لكام؟ ل 4. تمام طيب ده كلام جميل. بعد كده هعمل باسورد سيسكو برده. اللوجن مكتوبه باي ديفولت، خلي بالك يعني في اللاين كون زيرو ما كانت اللوجن ما كانتش مكتوبه، واضطريت اكتبها، يعني اضطريت اكتب باسورد ولوجن عشان يطلب الباسورد. لكن اللوجن في الفي تي واي مكتوبه، لكن انا عايزه يطلب بقى اللوجن لوكال، انا عايزه يطلب اليوزر نيم والباسورد. لو جيت عملت اتاكد برضو، خلي بالكم بس عشان انا بس عملت ريستارت للبروجكت، فهعمل برضو يوزر نيم ادمن باسورد 1234@cisco. اوكي وهخش لاين كون زيرو لوجن لوكال لوكال، وبعدين لاين في تي واي 015 هعمل 0 ل 4 لوجن لوكال. طيب ده كلام جميل. اوكي طيب بعدين هعمل لوجن سينكرونس، هعمل نو اكزاكت تايم اوت، او ممكن اعمل نو اكزاكت تايم اوت بتساوي الاكزاكت تايم اوت 00. انا عايز الغي الايدل سليب تايم انترفال، تمام الوقت اللي بيقعدوا السويتش بقى ايه قبل ما يتنقل وضعيه السليب، انا عايز الغي الخاصيه دي خالص. طيب هنا بقى نرجع exit show run، نبدأ بقى نشوف الكونفيجريشن اللي احنا حطيناها. ظبطنا الهوست نيم بتاعنا اها، ظبطنا الانيبل باسورد عشان يطلب الباسورد دي في الانتقال من اليوزر اكزاكت مود الى البريفليج مود. عملنا يوزر نيم وباسورد، فين اليوزر نيم والباسورد؟ عملنا يوزر نيم اهو، يوزر نيم وباسورد اهو، يوزر نيم وباسورد يطلب لكل واحد يخش تلنت او كونسول. تمام طيب كلام جميل جدا. وحطينا برضو في باسورد تحت الايه لاين بي تي واي. اوكي دي مش مكتوبه هنا باسورد، هي باسورد سيسكو. تمام ونكتب باسورد تاني تحت اللاين كون زيرو. انا بس عشان عدت الايه بروجكت السيرفر اللي انا متصل عليه بس فصل باسورد سيسكو. اوكي وبعدين نعمل دوش ران، ده اللي احنا عملناه المفترض. اللاين كون زيرو اهو، الباسورد سيسكو، لوجن لوكال المفترض برضو نكتب لوجن، دوش ران تاني. تمام
باسورد سيسكو لوجن سينكونس لوجن عملناها اكزاكت اماونت 00. خلي بالكو انا عملت النو اكزاكت تايم اوت تمام لاين بي تي واي 015 على ما اعتقد لا 04 هعمل نو اكزاكت الاكزاكت دي مشتركه ما بين ما ينفعش نو اكزاكت كده اعمل نو اكزاكت تايم اوت اها تمام وبعدين هعمل دو شو وبعدين اكزاكت تمام دو شو ران اها خلي بالكم عملت نو اكزاكت تايم اوت عمل لي 00 اوكي 00 انا كنت عامل نو اكزاك بس دي غلط اكزاك ده امر تاني طبعا انت اوكي غير الاكزاك داش تايم اوت فانا عملت نو اكزاك ترجمه الاكزاك تايم اوت 00 يبقى ممكن تلغي الاكزاك تايم اوت بان انت تعمل اكزاك تايم اوت 00 او انك تعمل نو اكزاك تايم اوت. طيب كلام جميل جدا ده الكونفيجريشن بتاعت الكونسول والفي تي واي دي الكونفيجريشن بتاعت الكونسول والفي تي واي. هنا بقى هنبدا في كذا مشكله بفرض ان انت مهندس بقى شبكات محترم بقى وراجل بروفيشنال بقى ايه وتدعي لي بقى ان شاء الله ان انت ايه اول فيديو ليك في الكونفيجريشن على اساسك شفت الفيديو ده تدعي لي بقى ان شاء الله تدي بقى ايه تعمل إيه تروح سايت تلاقي عدد سويتشات كتير جدا. فانت الفكره ان انا شخصيا يعني بس انا ما اقترحهاش عليك كطالب ما تعملهاش عشان ما تضحكش على نفسك اعمل دي اما توصل لمرحله البروفيشناليتي ان انا قدامي 40 سويتش مثلا هعمل بيزك كونفيجريشن على كل 40 سويتش هي نفس الكونفيجريشن هي ايه نفس الكونفيجريشن. فالفكره ان انا بقوم ساحب اللي تحت الدوشو راندا بقوم ساحب الكلام ده كله كوبي تمام اسحبه كده كله كوبي تمام واقوم عامل مثلا ايه جايب نيو تكست و تكست اهي تمام وبالتكست دي اقوم جايب ايه كنترول في اقوم ايه مسايب الكونفيجريشن بتاعتي على التكستايه دي وبعدين اقوم ايه اخش افتح كونسول بقى ايه على سويتش 2 سويتش 3 وابدا إيه اخد كوبي إيه كوبي كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست. يعني انا يعني انا لو لاحظتوا خلي بالكم هو انا اما خدت انا دوست فقط كليك يمين فالكليك يمين بياخد كوبي وبيعمل بيست في نفس الوقت فعشان كده ايه عمل بيست قدامك وخدت كوبي بدليل ان انا عملت اول ما دوست بيست راح او كنترول في راح عمل كبيره على الاي ال تكست. طيب ده كلام جميل. الفكره بقى ان انت راجل بقى ايه تحتيك فني شبكات او اي تي تكنيشن رحت انت قلت له بص يا عم الحاج خد التكستايه دي وكبيرها على السويتشات الثانيه الراجل بس كل اللي يعمله ان هو يفتح يوصل كونسول يفتح ايه هوب هوب يقوم عامل كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست. بس القصه عندي ده اي تي تكنيشن راجل مش صلاحيته زيك انت مثلا نتورك ادمنستريتور او نتورك انجينير فهيشوف الباسوردات ان كلير تكست هيشوف الباسوردات بتاعتك ايه ان كلير تكست زي ما انت شايف فانا هعمل امر يشفر لي الباسوردات دي اسمه سيرفيس باسورد انكريبشن. اها لو جينا بقى عملنا دوش وران تعالوا نشوف بصوا يا شباب انيبل اليوزر نيم مثلا انيبل باسورد بصوا اتشفرت اوكي اليوزر يوزر نيم ادمن باسورد برده اتشفرت اها اللي تحت اللاين كان زيرو الباسورد دي اتشفرت والباسورد اي حاجه باسورد كتبت جنبها التكستايه بتاعت الباسورد اتشفرت. لكن يظل برضو هنا في ازمه. ايه هي الازمه؟ ان الانكريبشن ده اعتمادا على الالجوريثم الالجوريثم بيسموه الباسورد 7 الباسورد 7 الجوريثم انكريبشن الالجوريثم ده سهل يتفك الالجوريثم ده سهل ايه يتفك. تعالوا نبص كده على موقع من المواقع بيفك الالجوريثم ده. انا جيت فتحت الانترنت اكسبلورر اي اف ام اكتب مثلا بيقول لي اكتب التايب 7 باسورد. طيب كلام جميل هقوم تعالوا ناخدها من التكستايه اوكي عشان ما ادوس كليك يمين يقوم ايه عامل كوبي ويضايقني لا هنا اصلا الباسورد كنت هاخدها من هنا بس الباسورد ده اصلا هنا ان كلير تكست اوكي تعالوا ناخد دي دي اللي تحت اللاين في تي واي تمام كده ونحطها في التايب 7 باسورد بيست لاين في تي واي بلين تكست باسورد سيسكو تعالوا بصوا نشوف تحت اللاين في تي واي فعلا الباسورد اللي انا كنت كاتبها سيسكو انا هنا الباسورد ان انكريبتد وهنا الباسورد بعد ما عملت الامر بتاع سيرفيس باسورد انكريبشن. طب تعالوا نبص برضه على ده اللي تحت اللاين كون زيرو ايه اللي تحت اللاين كون زيرو ايه كنترول في انتر برضه نفس الكلام سيسكو فعلا هل تحت اللاين كون زيرو
سيسكو. اه سيسكو، تمام. طيب تعالوا ناخد الالجوريزم ده مثلا، التشفيره الكبيره دي، اوكي تعالوا نحطها في الاي اف ام كنترول في، دي مفترض 1 2 3 ات 4 ات سيسكو تقريبا. ولا ايه؟ دي مفترض 1 2 3 4 ات سيسكو. طيب نعمل كده ريفرش. طيب نسحب كده، ايوه كده، انا عشان حاطط سبيس 1 2 3 4 ات سيسكو، اوكي. فطبعا دي بتتفك التشفيره دي، الحل تعالوا نشوف الحل على مستوى مثلا لو انا عايز اعمل تشفيره ما تتفكش. ليه؟ الباسورد الانيبل باسورد مثلا، فين الانيبل باسورد؟ الانيبل باسورد ده اللي هو اللي بيطلع من اليوزر للاكزاك، اوكي، من انا اسف من اليوزر اكزاك مود للبريفليج مود. فلو عايز اشفره تشفيره قويه اللي هي الام دي 5 هاشنج، دي ان شاء الله هناخدها في المحاضره بتاعت الانكريبشن في بي ان. انيبل سيكريت، تمام، انيبل سيكريت، يعني بدل انيبل باسورد انا لا هكتب انيبل سيكريت، انيبل سيكريت، تمام، واكتبها مثلا 1 2 3 ات احمد مثلا. تعالوا نشوف دشورا بايب بايب سيكشن، يعني من الشوران ده يا راوتر وريني فقط السطر اللي مكتوب بيه انيبل سيكريت. بصوا يا شباب، تمام، بصوا التشفيره دي ما تتفكش، يعني دي لو انا حطيتها كده على الاي اف ام اهو ما يفكهاش، استحاله ما يفكهاش، اهو ما يفكهاش، تمام. بيعتمد على الهاشنج، ده هنا بيعتمد بقى ايه على الهاشنج انكريبشن والقصه دي كلها. طبعا دي هناخدها ان شاء الله بجزء تفصيلي في السيشن بتاعت الايه المحاضرات بتاعت الفي بي ان، هشرح بقى الانكريبشن بشكل كامل والكريبتوغرافي والكلام ده كله. anyway طيب انا شفرت يا باشمهندس، لو انا جيت عملت دو شو ران، انا شفرت الباسورد اللي من اللي بتنقل من اليوزر للبريفليج. طيب انا هسألك سؤال قوي جدا، ممكن انت تسأله، طب انا عامل انيبل سيكريت تطلب مين؟ من اليوزر البريفليج. طب انا عامل انيبل باسورد تطلب منين؟ من اليوزر البريفليج. طيب اما طب انا باسورد من دول هيعدي؟ ما انا كده عندي باسوردين مختلفين، 1 2 3 ات احمد و 1 2 3 تقريبا 1 2 3 ات سيسكو، تقريبا 1 2 3 ات سيسكو. الانيبل باسورد فين؟ فين الانيبل؟ 1 2 3 ات سيسكو، هيطلب اني واحد؟ لا هيطلب الانيبل سيكريت، يعني الباسورد اللي انت هتدخله. تعالوا مثلا نجرب ايه، نعمل اكزت اكزت يوزر اكسس فيريفيكيشن سيسكو سيسكو. هو في ايه؟ طيب 1 2 3 ات سيسكو، في مشكله في في الكونفيجريشن ولا ايه؟ لاين باسورد سيسكو اهو، كنترول سي كنترول بي، ال سويتش دي مشكله ولا ايه؟ طيب انا رايت اكس 1 2 3 ات سيسكو 1 2 3 4 ات سيسكو، ولا انا كنت كاتبه بالعربي ولا ايه بالظبط؟ استحيل. طيب User access verification. طب تعالوا بقى نطلع احنا كده كده اصلا كنت line count 0 وهو password اهو، ده الباسورد. تمام ناخد الباسورد دي، ناخد الباسورد دي، اوكي نحطها copy سيسكو. امال ايه المشكله بقى؟ انا لو كتبت اهو سيسكو، طيب خش انا سيسكو، ايه المشكله؟ دي مشكلة، مشكلة جامدة دي. طيب وانا كنت عامل لاين عامل لوجن لوكال ولا ايه؟ لا مش عامل لوجن لوكال هنا، لوجن لوكال لا مش عامله هنا. طيب انا عدلت بقى ايه الدنيا عندي، هعمل هنا يوزر نيم احمد باسورد 1 2 3 ات سيسكو، لا 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 1 2 3 4 ات سيسكو تاني
1 2 3 at Cisco. اها و enable enable بقى ال enable secret 1 1 2 3 تقريبا ولا نشوف كده هي كام ال enable secret 1 2 3 at احمد صح كده 1 2 3 at احمد كومبتي. طيب ده كلام جميل. فانا في الانيبل عندي طلب الباسورد، انا دخلت 1 2 3 احمد دخل. لو انا جربت مثلا ارجع كده تاني احمد 1 2 3 4 at Cisco انيبل اهو. بصوا لو انا دخلت الانيبل باسورد Cisco انا لا مش Cisco انيبل 1 2 3 at Cisco، لو انا جربت ادخلها كده تعالوا اها انا عندي الانيبل باسورد 1 2 3 at Cisco 1 1 2 3 at Cisco بيخشش. طب لو 1 2 3 at احمد بيخش، فهو هنا اصبح الانيبل باسورد هنا ملهاش لازمه. هتقول لي طب يا باشمهندس بمنتهى البساطه كده انا هسال مكانك سؤالين. اول سؤال ايه لازمه الانيبل باسورد هنا؟ هقول لك بمنتهى البساطه لان انت لو بتكبير الكونفيجريشن دي في بعض السويتشات الليجاسي والسويتشات القديمه من الاخر كده ما بتسبورتش الانيبل سيكريت، مش بتسبورت الايه الانيبل سيكريت تمام. فبمنتهى البساطه مش بيقبل بقى الامر الانيبل سيكريت فبياخد الانيبل باسورد. يعني اوكي يعني هو مش في بعض السويتشات الايه الليجاسي او السويتشات الهيستريك السويتشات القديمه مش بتقبل الانيبل سيكريت لكن بتقبل الايه الانيبل باسورد تمام. طيب ده كلام جميل. في مشكله عندي هنا بقى ان انا اصبح اللوجن او الكونسول بيطلب الاوثنتيكيشن ازاي؟ بيوزر نيم وباسورد. اللي هي متعرفه فين؟ اللي هي متعرفه في اليوزر نيم احمد باسورد 7 كذا، ادي ده الباسورد بس ده سهل يتفك. طيب انا دلوقتي برضو انا عايز احط تشفيره لان انا لو اديت الكوبي ده لحد عايز اللي يشوف الباسورد ما يعرفش يفكه، فانا احل دي ازاي؟ يوزر نيم مثلا تاني احمد بعدين سيكريت اوكي. خلي بالكم بقى السيكريت بيعتمد على تشفيره الشا 256 زي ما هو بيقول لك سبيسيفاي شا 256 انكريبتد سيكريت ويل فولو تمام. هو باي ديفولت بيعتمد على الشا او ال5 سبيسيفايز ان ام دي 5 انكريبتد سيكريت ويل فولو تمام. فطبعا احنا هندرس بقى الشا والام دي 5 دي هندرسها باذن الله تعالى في الكورس على المدى القريب. فانا ممكن اكتب سيكريت تمام وبعدين زيرو يعني انا هكتب الانيبل سيكريت دي يعني تخيلوا انا يوزر نيم سيكريت ده السيكريت دي مكان الباسورد تمام. الزيرو يعني هكتب الباسورد ان كلير تكست تمام كده واكتب مثلا 1 2 3 4 5 6 8 سيسكو وادوس انتر. بيقول لي يو كانت هاف ا باث يوزر اند باسورد لان احمد دي مشتركه في اكونت تاني ممكن اخليه ادمن. هنا عايز اسال بقى سؤال هيطلب انا كده دلوقتي بقى عندي شو ران سيكشن يوزر نيم انا عايز يظهر لي الحاجات اللي فيها اليوزر نيم. بصوا يوزر نيم احمد وباسورد بس الباسورد 7 انكريبشن وفي سيكريت شا 256 انكريبشن تمام. طب هيطلب اني واحد من دول هيخش؟ ممكن واحد ممكن التاني ممكن الاثنين مع بعض. طب تعالوا نجرب احمد اوكي باسورد 1 2 3 at Cisco. هو كان ثواني بس عشان اتاكد يعني اتاكد برضو 1 2 3 4 اوكي 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 نخش بقى هنا احمد 1 2 3 4 at Cisco دخل. طيب ادمن 1 2 3 4 5 6 at سيسكو دخل. فهنا هيقبل الايه الاثنين مع بعض 1 2 3 ات احمد هنا هيقبل ايه الاثنين مع بعض. طبعا ده مش سكيور. السكيور الافضل بقى ان انت تلغي الايه تعمل نو يوزر نيم احمد باسورد. بص يا شباب انا عشان بس الغي امر يعني انا دو شو ران بايب سيكشن يوزر نيم انا عملت الامر ده عشان تلغي امر على سيسكو. يعني انا عايز الغي الاكونت ده اكتب الامر وقبليه نو عشان تلغي امر اكتب الامر وقبليه نو. يعني اكتب الامر ده كده
اوكي، وبعدين هدي قبليه نو نو، ولو جيت عملت دو شوران تاني اهو ظهر لي فقط الادمن بس. ها هنا بقى طبعا اللي يخش بقى لاين كون زيرو لاين في تي واي، اللي هيخش يعني ايه تلنت كده، ايه ظبطت السكيورتي بتاعتي. تعالوا نبص كده في السلايد يمكن انا نسيت حاجه. لا مش عايز ابص في السلايد دي بالريكويرمنتس هنا، احنا بس بنحاول نفكر مع بعض. الكونسول هوست نيم باسورد تيلنت باسورد انكريبشن خدناها، المانجمنت ميس في اي دي هناخدها دلوقتي، ديفولت جيت واي لوج ان بانر خدناها، نيجيتنج كومنز سيفنج كومبليكيشن، سيفنج كومبليكيشن دي هنخليها في الاخر. يبقى احنا هنبدا ناخد المانجمنت اس في اي اي بي وديفولت جيت واي. بصوا يا شباب النتورك دي الاي بي بتاعها 192.168.0/27. انا هنا هسال سؤال اوكي، سلاش 27 دي يعني كام بالدوت الديسمال؟ هتقول لي يا باشمهندس يعني 27 يعني 255 255 255 كده 24 واحد، وبعدين واحد 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 تمام كده. طيب الواحد ده مقابل اللي كان في الانكريمنت 32 تمام. طيب ده كلام جميل، يعني النتورك اللي كاتبها اللي هي 192.168.1.0 تمام، البرو بتا يعني الافيلابل بتاعتها يعني التوتال، التوتال هي بتبدا من 0 لحد 31 اوكي. طيب والافيلابل بتاعتها من اول واحد لحد كام؟ 30. ال 31 ده برودكاست، وال 0 ده ايه؟ وزيرو ده نتورك اي بي. النتورك اللي على ناحيه اليمين لو انت بصيت كده اها 1.32 دي السيجمنت اللي بعدها 161.1.32 دي السيجمنت اللي بعدها، فده طبعا نتورك اي بي و البرودكاست بتاعته 63 وبيتراوح من اول واحد لا بتروح بقى من اول 33 الى كام؟ 62. طيب السويتش لو انا عايز اخش عليه تلنت، عشان كده انا سميته لك مانجمنت. مانجمنت ايه؟ اس في اي. اس في اي تعال ناخد الامر المهم ده، دو شو اي بي انترفيس بريف. طالما كتبت دو يعني الامر ده الشو ده بيتكتب من البريفليج. السويتش دي الانترفيسز بتاعته، الامر شو اي بي انترفيس بريف اسمه دو شو شو اي بي انترفيس كامل اهو بريف تمام. دي الموديولز او لا مش الموديولز بقى، دي الانترفيسز بتاعت السويتش، دي الانترفيسز بتاعت الايه بتاعت السويتش. كلام جميل جدا. 0/0 0/1 0/2 0/3 1/0 1/1 1/2 1/3 ملاحظين في زيرو هنا بتبدا كل الزيرو هنا بتتكرر اربع مرات، هي دي معناها ايه؟ الزيرو بتتكرر اربع مرات، معناها يا جماعه ان السويتش ده فيه اربع موديول اوكي. معناه اربعه موديول يعني ايه؟ يعني اربع كارتات كده، كل كارته فيها اربع انترفيس. ففي كارته عندي واخده رقم 0 تمام، وده مثلا بورت 1 وده بورت، ده بورت 0 وده بورت 1 وده بورت 2 وده بورت 3، وفي كارته تمام واخده برده فيها اربع بورتات او 4 بورتس وبرده دي سماها 1، فده بورت مثلا 0 وده بورت 1 ده 2 ده 3. فلو انا عايز اجيب البورت ده اخش على الكونفيجريشن بتاعته بكتب ايه؟ ايثرنت 1 الموديول رقم الموديول تمام سلاش رقم الانترفيس جوه الموديول 1/1 وهكذا بقى هنا تمام. طيب دي الانترفيسز، دي الايه الانترفيسز بتاعت السويتش. طيب البورتس دي يا جماعه ما بتاخدش اي بي هات، دي لاير 2 بورتس، لان السويتش اصلا اب تو لاير 2. طبعا انا عارف في ناس هتقول مالتي لاير سويتش، ورا بقى مالتي لاير سويتش، لا مالتي لاير سويتش ده احنا هناخده ان شاء الله في الان بي، ولكن احنا بنتكلم هنا ان انت في الان ايه. تعالى نتكلم عن السويتش باي الليجاسي سويتش بيسبورت اب تو لاير 2. طب السويتش معنى ذلك ان هو مش بيفهم اي بي هات، يعني مش بياخد اي بي هات. طيب كلام جميل. طب انا دلوقتي لو السويتش ده انا عايز اخش عليه تلنت، طب التلنت ده قلت يا باشمهندس لازم السويتش يكون ليه اي بي، ليه ايه؟ اي بي. فانا عايز طب انا هدي اي بي ازاي للسويتش؟ ما انا لو هدي اي بي للسويتش لازم على انترفيس من الانترفيسز دي. دي فايده اللي انت شايفه من تحت الفي لان 1. في لان 1 هناخد ان شاء الله باذن الله الفي لانز، المفترض كمان محاضرتين لثلاث محاضرات هناخد الفي لانز، ولكن انا عايزك تفهم الفي لان 1 دي اتس ا سويتشنج فيرتشوال انترفيس. ده انترفيس وهمي مش موجود، يعني اذ كنت انت تيجي على الراوتر ما تيجي تدي اي بي، انت تدي اي بي مثلا باس ايثرنت زيرو لزيرو، هل هي فيزيكال موجوده؟ فعلا فيزيكال موجوده. هل هي فيزيكال موجوده؟ فعلا هي فيزيكال موجوده، ولكن فيلان 1 هل الانترفيس فيلان 1 دي موجوده؟ لا الاجابه لا، اتس ا فيرتشوال، ولكن انا هديها اي بي تمام.
هخش عليها ازاي؟ انترفيس VLAN 1 تمام؟ VLAN 1 طبعا ما تخيل ممكن تكريت لحد 4095 VLAN. بعدين هدي الاي بي بتاعي بقى اي بي ادرس 192.168.1.2 لان 1.1 ده هيكون للراوتر اوكي. يعني انا هدي الراوتر اي بي مثلا 1.1 فانا هدي مثلا VLAN 1 دي 1.2 والماسك وسبيس اكتب السبنت ماسك بتاعتك اللي هي كام. بصوا يا شباب المفترض ان انا عندي 255 وبعدين 3 وحايد هنا، 3 وحايد دي 1 تحت 128 64 32 المجموعه بتاعهم 224. يعني 1 هنا تحت ال 32، 1 تحت ال 64، 1 تحت الاي ال 128. ف هنا هكتب بقى ايه 224 دوس انتر ده يفهمها كده الراوتر كانها سلاش 27. خلي بالكم في فرق بين الانترفيس يكون ادمنستريفلي داون وممكن تلاقيه مثلا انترفيس فوق كده تلاقيه داون. ادمنستريفلي داون يعني مقفول بامر. مقفول بامر ايه؟ مقفول بامر اسمه شت داون. لو جيت عملت دو شو ران انترفيس VLAN 1 اوكي، انترفيس VLAN 1 اوكي، في امر اسمه شت داون نازل تحت الايه الانترفيس. بصوا يا شباب قاعده بتتبعها سيسكو ان اي انترفيس لير 3 يعني اقدر اديله اي بي بيتقفل من المصنع، يعني بينزل تحتيه شت داون. انت بقى عايز تفتحه، احنا قلنا يبقى احنا لازم نشيل او نلغي امر الشت داون. طب قلنا القاعده عشان نلغي امر على سيسكو الامر قبليه كلمه نو، فانا هكتب شت داون وبعدين قبليها كلمه ايه نو، صح ولا لا؟ يبقى كده انا فتحت الايه الانترفيس، كده فتحت الانترفيس VLAN 1. بص خلي بالكم يقول لك انترفيس VLAN 1 تشينج ستيت تو اب. فين الستيتس دي؟ الستيتس اب يعني لو جيت عملت دوشو ران دوشو اي بي انترفيس بريف الستيتس اب والبروتوكول اب، يعني حاله الانترفيس از ا فيزيكال لاير از اب وحالته از ا لينك او داتا لينك لاير يعني ا لاير 2 لاير يعني حالته كلاير 2 اب اوكي. ايه الفرق؟ ممكن تلاقي مثلا الانترفيس في حاله ستيتس اب وفي حاله بروتوكول داون، ده بتلاقيه في او انترفيسز السيريال، انترفيسز السيريال اللي انت تلاقي مثلا الراوتر واصل بالسيريال على الناحيه الثانيه، فلو انت جيت على الراوتر ده جيت عملت نو شت داون وفتحت كده الانترفيس، طب الناحيه الثانيه شت داون، هتلاقي الانترفيس ده ما قلبش اب لا هتلاقيه قلب اب داون. اب يعني الاولانيه هتلاقيه قلب بقى اب داون تمام. اب الاولانيه يعني يعني هو وصل له كهرباء تمام، وصل له تغذيه كهربيه و from the electrical side it's up، ولكن from a layer 2 perspective سواء بشتغل بروتوكول تريبل بي او فريم ريلي it's down، لانه لسه عملت نيجوشيشن مع الايه الراوتر اللي قصاده. طبعا الكلام ده كله هيتفهم باذن الله. انا كده دلوقتي اديت فعلا للسويتش اي بي اوكي، انا كده اديت للسويتش اي بي تمام. تعالوا مثلا على الجهاز ده، ده جهاز الفي بي سي، ده انا الجهاز الفي بي سي ده بتسحبه كده من الجي ان اس 3. انا عملت ده كده البي بي سي ورحت وصلته على ايه ايثرنت 0 سلاش 0 اللي هو ده. افتح الجهاز ده اوكي، هحاول اديله اي بي، هدي له اي بي بالسنتكس دي، ركز معايا كده 192.168.1.3 لان 1 هديله الراوتر و2 اديته للسويتش و3 هديله للجهاز ده سلاش 27 تمام. ده مش سيسكو يا جماعه، ده مش سيسكو تمام. طيب وبعدين 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 192.168.1.1 اوكي اللي هو الاي بي ده الديفولت جيت واي، يعني انا اديته الاي بي واديته السبنت ماسك بتاعته واديته الديفولت جيت واي. تعالوا بينج على السويتش 1.2 بيبص يا جماعه بيبنج بيبنج صح ولا لا؟ بيبنج. طب تعالوا نخش تلنت على السويتش 192.168.1.2 هو التلنت هنا ازاي؟ تقريبا ما فيش على ما اعتقد تلنت تو بورت اون هوست ار لوجن. طيب اوكي ار لوجن ار لوجن. انا صراحه اول مره اتلنت من الفي بي سي، يعني انا كنت دايما اوصل بالسويتشات ايه ويندوز اكس بي او كده حاجات على الفي ام وير، بس انا قلت اوصل لكم في بي سيز عشان يبقى اول لاب خفيف وسهل كده. ار لوجن 192. طب نعمل كده شفت علامه استفهام تلنت تو بورت ار لوجن اوكي ماشي ار لوجن 192.168.1.2 على بورت التلنت بورت 23. ايه المشكله بقى 1.2 disconnected from nodes you will be back to the starting point on the last if you're
press control x to quit. طيب تاني كده في مشكلة هنا. هو انا تقريبا انا شغلت الكمبيوتر شو ران line vty exec login synchronous. طيب ممكن نعمل line vty 04 transport input all transport input telnet. ممكن transport input telnet يعني by default اسمح بدخول التلنت. تمام. المفترض يعني باي ديفولت يكون متدخل في بعض الاجهزه بتنزل باي ديفولت الامر ده بيكون داخل، بس احنا نجرب برضو. هو ماشي، لو جيت عملت دو شو ران تاني كده اهو ترانسبورت انبوت تيلنت. طيب نجرب من البي بي سي. اها تمام، برضو نفس الكلام. طيب ممكن 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 نعمل ايه؟ انا عايز برضو ايه. طيب تعالوا مثلا على الراوتر، تعالوا نفتح الراوتر. اوكي، نيد اي بي للانترفيس فاست ايثرنت 0/0 اللي رايح من الراوتر على الاي سويتش 192.168.1.255.255.224، وبعدين نو شوت داون اكزيت اكزيت، وبعدين تيلنت 192.168.1.2. ها هيفتح السويتش ولا ايه؟ فتح السويتش. هي مشكله من الفي بي سي تقريبا، فتح السويتش. بصوا يا شباب، هو هنا فتح ايه؟ فتح السويتش. تمام، وريتك بقى انا دلوقتي ازاي. طب انا هو الاي بي 1.2 ده على السويتش على اني بورت؟ ده مش على بورت، ده على فيرتشوال بورت، مش فيزيكال بورت، فيرتشوال بورت. لو جيت عملت على السويتش شو دو شو اي بي انترفيس بريف، ها بريف، هتلاقي ايه؟ هو الراوتر دخل على الاي بي الاسايند على السويتش الفي لان 1. كلام جميل. طيب انا هعمل ده ايه؟ هدوس كذا مره كده، انا عايز اخرج. طيب ايه؟ انت هتفضل كده؟ طيب ممكن نعمل اها. طيب في ايه؟ طيب ممكن هنا نعمل هنا احمد مثلا 123 at احمد، لا 123 at سيسكو. اهو طب الحمد لله، انا كده انا اصلا كنت عايز اقفل الكونكشن. طيب انا دلوقتي خلصت، على فكره خلي بالكم انا خلصت السويتش، بس فاضل مشكله، فاضل مشكله. طيب بصوا يا شباب، فاضل اخر حاجه هنعملها على السويتش، وبعدين باقي هيتكرر بقى. السويتش يا شباب، لا يعني تعالوا بس نفتح ايه وايت شيت ونشرح الحته الجزئيه المهمه دي جدا. ان انا لو عندي السويتش تمام متوصل على الراوتر، وانا مثلا عندي هنا جهاز، الجهاز ده جيت عملت منه تيلنت على الاي بي بتاع السويتش ده، السويتش مش هيكونكت. عملت تيلنت على السويتش مش هيكونكت. ليه؟ لان السويتش عارف الاي بي بتاعه، ولكن اللي هو 1.2، ولكن هو مش عارف اي بي الراوتر ايه. ما هو السويتش كده هيضطر يطلع بره اللان، وعشان يطلع بره اللان لازم يكون عارف اي بي ديفولت جيت واي بتاعته، اللي هو الاي بي اللي واخده الراوتر على فاست ايثرنت 0/0 اللي هو 192.168.1.1. فانا اعرف السويتش الديفولت جيت واي بتاعته ازاي؟ امر سهل جدا، اسمه اي بي ديفولت جيت واي 192.168.1.1. طيب حلو قوي. اخر حاجه هنا بقى على السويتش قبل ما نتنقل بقى ايه، هنكرر نفس الكلام على الراوتر وعلى السويتش التاني، ان انا عايز اسيف. طيب لو جيت عملت شو ران، بصوا دي الكونفيجريشن اللي انا عملتها. الران يا جماعه، الشو ران ده بيوريك ملف الكونفيجريشن بس متسيفه في الرام. الناس اللي دارسه كمبيوتر عارفه ان طالما رام يعني الكهرباء لو قطعت السويتش الكونفيجريشن بتاعته راحت. طيب فانا عايز انقل الكونفيجريشن من الران للستارت اب. ايه هو الستارت اب؟ الستارت اب كومبيج ده الكونفيجريشن متسيفه على الان في رام، النون فولاتايل رام. طب اعمل ده ازاي يا باشمهندس؟ اعمل كوبي، امر اسمه كوبي من الران كومبيج للستارت اب كومبيج. بس خلي بالكم لو جيت عملت شو ستارت اب كومبيج هتلاقي بصوا مفيش اي حاجه انا حطيتها مكتوبه هنا. ليه؟ ده كومبيجيشن على الان في رام، مفيش حاجه اتسيفت. فانا هسيف بقى كوبي من الران للستارت اب كومبيج الديستنيشن بوينت للستارت اب كومبيج. ايوه دوس انتر. كلام جميل جدا، واعمل شو ستارت اب كده. ها بصوا يا شباب، بصوا بدات الكومبيجيشن فعلا، ظهرت الكومبيجيشن ايبل سيكريت ايبل باسورد، والدنيا بتاعتي كلها ماشيه ايه تمام التمام. طيب او ممكن نعمل امر تاني، ممكن نعمل ايه؟ رايت ميموري. رايت ميموري يعني كوبي من ران للستارت. او ممكن لو انت فوق في سب كونفيجريشن مثلا ومكسل ترجع زي كده، انا اوقات بتحصل لي الموضوع ده كتير، اعمل دو رايت.
يعني دو رايت ميموري، او ممكن اعمل دو كوبي ران ستارت برضو نفس الكلام. ها طيب ده عن تسييف الكونفيجريشن. يعتبر احنا خلصنا الجزئيه بتاعت البيزك كونفيجريشن، بس في شويه حاجات انهانسد بقى انا طالبها منك بقى. تعالوا الاول ندخل البيزك كونفيجريشن على برضو راوتر 1، وبعدين ندخله على السويتش الثاني. افتح كده السويتش الثاني ده، هاجي على راوتر 1 اعمل كونف تي. ها يلا يا جماعه، هوست نيم debugs dash r dash 1، وبعدين enable password مثلا سيسكو 123 مثلا، وبعدين enable secret سيسكو 123. اوكي دي ما تنفعش. هو بيقول لي ايه ده، enable secret you've chosen the same as your enable password, this is not recommended. هل معنى ذلك ان enable secret ما تسيفتش؟ تعالوا نشوف section enable، دوشو ران بايب سيكشن انيبل. هي فعلا سيف الانيبل سيكريت، لكن قال لك اتس نوت ريكومندد، لان انا عامل انيبل سيكريت زي انيبل باسورد، فانا ممكن اعمل انيبل باسورد 123 ات سيسكو. اوكي وبعدين هعمل يوزر نيم ادمن مثلا، سيكريت ممكن اعمل سيكريت 0، او ممكن سيكريت 0 هكتب ان كلير تكست، او ممكن تعمل سيكريت على طول 123 ات سيسكو. دوشو ران بايب سيكشن يوزر نيم. اها بس خلي بالكم هنا الانكريبشن بقى كان بالام دي 5، على الناحيه الثانيه في السويتش كان بالشا 256. طيب بعدين هعمل بانر ام او تي دي، بانر ام او تي دي، وبعدين ادوس ايه باور، وبعدين اكتب الرساله بتاعتي unauthorized access is prohibited، و اعمل مره ثانيه كده، وبعدين ادوس انتر في السطر الفاضي، ادوس شيفت باور ساين وادوس انتر كده افلي الرساله. طيب كلام جميل. ثم بعد ذلك هعمل سيرفيس باسورد انكريبشن، اشفر اي حاجه انيبل باسورد او اي باسورد تحت اللاين كون زيرو لاين بي تي واي. ثم بعد ذلك هعمل لاين كون زيرو. ها يلا يا جماعه لوجن. لا اللوجن ايه بيقول لك لوجن ديسيبلد اونلاين زيرو انتل باسورد سيت، لان انا ما عملتش الباسورد، باسورد سيسكو لوجن لوجن لوكال عشان يطلب اليوزر نيم والباسورد، لوجن سينكرونس نو اكزاك تايم اوت، نو اكزاك تايم اوت. وبعدين نفس الكلام تحت اللاين بي تي واي زيرو بقى الكام. بصوا لو انا عملت لاين بي تي واي من زيرو الى 1000، بصوا يقدر يستحمل ل 1869، يعني يقدر ياخد 1870 سيشن الراوتر ده، فانا ممكن اعمل ايه لحد 1870. اوكي 69. اوكي وبعدين هعمل باسورد سيسكو لوجن، اللوجن اصلا كده كده باي ديفولت داخله، هعمل لوجن لوكال، لوجن لوكال ترانسبورت انبوت تيلنت نو اكزاك تايم اوت لوجن سينكرونس، وبعدين اطلع اكزاك. الموضوع ممتع. بس ده في حاجه نسيت اقولها لكم يا جماعه. بصوا يا شباب، مش ملاحظين ان هو في اللاين في تي واي انا عملت من 0 ل 1869، عمل لاين في تي واي قسمها من 0 ل 4 وادى الكونفيجريشن اللي انا عملتها، وبعدين راح من 5 ل 1869 ادى الكونفيجريشن. ليه عمل الكلام ده؟ بصوا يا شباب بقى، تخيلوا لو ان اتسيفت اللاين في تي واي من اول 0 تمام كده لحد 1800، من 0 اتسيفت من اول 0 الى 1869 اتسيفت كده في الشورن، ورحت انا خدت الكونفيجريشن دي كوبي بيست في سويتش الاي او يو مثلا، يعني السويتش مثلا السويتش ده سويتش سيسكو ما بيقبلش الا من 0 ل 4 تمام. فهو لو شاف من لاين في تي واي، في تي واي من 0 ل 1869 السويتش هيقول لك انفاليد، لكن سيسكو سمارت، سيسكو سيرتها على من 0 ل 4 عشان السويتش اقل عدد من اجهزه يا جماعه، يعني اعفن جهاز سيسكو بيقبل اول من اول 0 ل 4 في الفي تي واي، فهيقوم واخد 0 ل 4 سيفها عنده، واذا كان لا يدعم فوق ال 4 فهيعمل للباقي ده ايه انفاليد. فاذا انا السيجمنتيشن ده فادني في ان انا اكابير الاجهزه القديمه اللي ما بتقبلش من اول 0 لحد 1869 تقدر تاخد من 0 ل 4 وتاجنور دي، لكن لو عملتها من 0 ل 1869 مش هيقبل ياخد اي حاجه. طيب دي ملحوظه كده ايه احب اوضحها. انا كده يعتبر ايه خلصت تقريبا هنا اعتقد، يعني تعالوا مثلا من السويتش مثلا من تلنت على الراوتر، تلنت على الراوتر نعمل تلنت 192.168.1.1. اوكي اهو بصوا يا شباب اتس وركينج.
1 2 3 at سيسكو. اهي دخل اهو على الراوتر، بصوا دخل اهو على الراوتر. عايز اخرج بره الراوتر هعمل اكزت، هعمل اكزت ورجعت ايه للسويتش. ممكن نعمل حركه ايه، تعالوا بقى ايه ناخد شويه مهارات حلوه كده. ممكن اعمل اي بي هوست، اي بي هوست هقول للسويتش لو انت كتبت ار 1 تمام ترجمها الى 192.168.1، او لو انت كتبت debugs داش ار داش 1 ترجمها الى 192.168.1 تمام. ادوس انتر. تعالوا كده نشوف تلت كنت بكتب ايه 192.168.1. لا طب انا هكتب الاسم debugs debugs داش ار داش 1 تمام كده، وانا قايل للراوتر اي بي هوست يعني يا قايل للسويتش لو انت كتبت دي ترجمها للاي بي ده. فتعالوا نشوف فعلا دخل على الراوتر اهو، بصوا تراينج ديبجز داش ار داش 1 بين قوسين 192.168.1 اوبن، فتح الكتابة كونكشن تمام. ده كلام جميل جدا. تعالوا بقى على السويتش الثاني نعمل بقى الايه كونفيجريشن بتاعتنا. كونفتي هوست نيم هوست نيم debugs داش w داش 2 تمام. enable password cisco مثلا، enable secret ممكن نعملها مثلا enable secret secret ايه enable secret 1 2 3 at cisco اوكي. ممكن نعمل password ممكن نعمل username admin secret 0 cisco مثلا line video لا لوجن بانر لا سيرفيس باسورد انكريبشن سيرفيس باسورد انكريبشن وبعدين البانر ام او تي دي وبعدين اها ان اوثورايز ذا اكسس از بروهيبيتد بروهيبيتد اها وبعدين اتس دون اها تمام. وبعدين هعمل لاين كون زيرو باسورد مثلا سيسكو لوجن لوجن لوكال لوجن سينكرونس نو اكزاكت تايم اوت تايم اوت، او ممكن تعمل اكزاكت تايم اوت 00 عشان امنع الايدل الايدل تايم انترفال. وبعدين لاين فيديو واي من 0 الى 4 تمام. باس سيسكو لوجن لوجن لوكال لوجن اصلا باي ديفولت تحت اللايف في تي واي موجوده، وبعدين لوجن سينكرونس عشان يمنع لي الانتربشن اللي بيطلع من السيس لوج مسج، يعني وانا بكتب اي امر ارسلت رسائل السيس لوج مسج ما تتدخلش مع الامر. ونو او اكزاك تايم اوت 00 اها ترانسبورت انبوت اول تمام. ممكن انترفيس فيلان 1 بقى تمام، انترفيس فيلان 1 اي بي ادرس 192.168.2.35 ليه لا دوت 34 ليه، لان ده السويتش ده اللي على الناحيه الثانيه، فالراوتر هياخد دوت 1 دوت 33 والسويتش ده هياخد دوت كام 34 اديله دوت 34 اها سلاش برده 27224 نو شت داون عشان افتحه اها عظيم. وبعدين هعمل اي بي ديفولت جيت واي 192.168.1 دوت لا او شت ده انترفيس بيلان 1 مش 2 دي 1 دي 1 اها طيب. بعدين اي بي ديفولت جيت واي اي بي ديفولت ديفولت جيت واي 192.168.33 يعني يا سويتش الاي بي بتاع الراوتر بتاعك 1.1.33 عشان لو حبيت تطلع بره النتورك بيروح على الاي بي ده. كلام جميل انا كده خلصت السويتش. اخر في بقى كذا ملحوظه، مش اخر ملحوظه ده في شويه ملحوظات كده تمام. اول ملحوظه انا دلوقتي مثلا طالع على لاين كون زيرو، بصوا كده اختصرها تمام. طيب ده كده يعني بصوا الاختصار اشتغل، لان المفروض الامر ده بيتكتب ايه على الجلوبال. طيب لو انا جيت فتحت مثلا لاين في تي واي يعني انا على سب كونفيجريشن ورحت كتبت لاين كون زيرو، هل معنى ذلك لو دوست انتر مش هيخش؟ لا هيخش، هيخش على لاين كون زيرو ولكن مش هيقبل اختصار. يعني لو جيت عملت لاين كده مش هيقبل اختصار، مش هيقبل اختصار حتى يعني الا لو انت رجعت بقى على الجلوبال كونفيجريشن اللي المفترض يتكتب بيه لاين كون زيرو يقبل لك الاختصار عادي. يعني مثلا الشوران بتتكتب بين بتتكتب بالبريفليج، لو انا هكتبها على مود بعد البريفليج يعني مسبقه بدو مش هينفع اختصر. ده ديجيتال شو بصوا لا ايه ده اختصر يا جماعه ده اختصر لا لا ثواني ده الراوتر ما بيختصرش ها دو شو اهو ما بيختصرش دو شوران تمام.
طبعا الاي او اس البيهيفيرز بتاعته بتختلف من ايه جهاز لجهاز، ولكن كلهم بيلعبوا في نفس النطاق. بس على فكره اغلب الاجهزه، اغلب الاجهزه مش بينفع تختصر، يعني مش بينفع تختصر. تمام كده. طيب لو انت مش فاكر الامر هو بيكتب على البريفليج، اللي انا عايز اقوله لك مش فاكر الامر وانت بتكتبه وهو بيكتب اصلا على البريفليج، وانت واقف على الجلوبال وبتكتبه لكن مش فاكره والاختصارات مش شغاله، ارجع بقى للبريفليج واكتب الايه الامر عشان تفتكر الاختصارات. تمام، عشان تستفاد من الهيلب سيكت اللي هي شفت علامه استفهام بقى والدنيا بتاعتك والتاب والكلام ده كله. لو كنت بتكتب امر في مفترض يتكتب في الجلوبال كونفيجريشن، يعني كده انت بتكتبه في سب كونفيجريشن يعني كومبيج لاين او كومبيج اف، ارجع بقى للجلوبال كونفيجريشن واكتب الامر عشان تفتكر الامر ده. اول ملاحظه. تاني ملاحظه، لو انا عايز اعمل دي اتش بي سيرفر على الراوتر، دي اتش بي سيرفر عشان يوزع اي بي هات مره لللاندي ومره لللاندي. تمام. انا في الريكويرمنتس قلت لك اعمل سيت اب دي اتش بي سيرفر اون ذا راوتر فور ايتش لان واكسكلود ذا فيرست 10 اي بيز. انا عايز الراوتر يدي مثلا اما يجي يدي اي بي هات المفترض في البول الاولانيه، يعني هيدي من اول ايه 1.3 لان 1.1.1.2 الراوتر واخدها والدوت 2 واخدها. انا بتكلم على ايه؟ انا بتكلم على اللاندي، انا بتكلم على اللاندي اللي على الشمال. تمام، فيبدا يدي من اول 3. انا مش عايز يدي من اول 3، انا عايز اعمل اكسكلود يعني اول 10 اي بي هات، يعني من اول دوت 1 لحد دوت 10، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 اي بي هات. تمام، والبول الثانيه انا برضو هعمل اكسكلود من اول ال 33 لحد ايه لحد ال من اول ال 33 واجمع عليها بقى 9 لحد 42 دوت 42. يعني الجهاز اما يجي ياخد اي بي دي اتش سي بي هيبدا ياخد من اول دوت 11 في اللان او في الليفت لان، في اللان اللي على الشمال، وفي اللان اللي على اليمين هيبدا ياخد من اول دوت 43. الكومبليكيشن عاملها ازاي دي اتش سي بي؟ سهله جدا 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 جدا. هعمل اي بي دي اتش سي بي بول واسميها مثلا ليفت لان، هعمل بول الليفت لان، هدخل ثلاث حاجات. اول حاجه نتورك 192.168.1.0 اي بي نتورك ايه 1.0 سلاش كام سلاش 27. ممكن انت تكتب السبنت كده تمام، او ممكن تكتبها سلاش 27. اوكي طب ده كلام جميل. و القيمه اللي انا كنت بتحدد ثلاث حاجات. تاني حاجه اي بي الراوتر ايه، يعني الراوتر بيقول لك اما اجي ادي اي بي لجهاز لازم اعرفه اي بي ديفولت جيت واي ايه. هقول له راوتر الاي بي بتاع الراوتر اللي هو انت بالصدفه طبعا 192.168.1.1 بعدين دي ان اس سيرفر 48 سبيس الباك اب 4.3.2. اوكي وبعدين هعمل اكزت، وبعدين هعمل برده دي اتش سي بي سيرفر. انا طبعا بطلع بالايه، اعمل هنا الرايت لان رايت لين، انا بطلع بالاب سكرول بالاب ايرور اللي هو اللي هو السهم اللي فوق بيطلعني الاخر اوامر انا كتبتها. تمام، طب هعمل هنا برضو 32 نتورك. تاني حاجه بحددها ديفولت راوتر 33. تالت حاجه بحددها دي ان اس، هو هو مش هيتغير. وبعدين هعمل انترفيس فاسي تنزي سلاش 1 اللي رايح على الرايت لين، ان انا اخلي بالكم نسيت اديله اي بي 1.33 255 224 نو شوت داون. عظيم جدا عظيم جدا عظيم جدا. طيب تعالوا فاضل بقى الاكسكلوجن، يعني انا عايز استبعد اول 10 اي بي في الليفت لان وفي الرايت لان. فانا هعمل ايه اي بي دي اتش سي بي اكسكلودد ادريسز، استبعد لي من اول 1.1 لحد 192.168.1.10. يعني كده انا كاني بقول له ما تديش من اول دوت 1 لحد دوت 10، يعني ادي من دوت 11 وما تديش من اول 33 لحد 42. تمام، هي ليه حجزت ال10 اي بي هات دول؟ حجزتهم لان اكيد بيكون عندك في الشبكه بتاعتك ممكن يكون في سيرفرات، والسيرفرات ما ينفعش تدي لها اي بي هات دايناميك، ما ينفعش السيرفرات تاخد اي بي هات دايناميك، لازم يكون ليها اي بي هات ستاتيك. اوكي يعني انا مثلا عندي ايه سيرفر سيرفر هفتح كده الريموت كونكشن. تمام، انا عندي سيرفر في الشبكه واخد 1.3. اوكي فانا طبعا انا بحتاج افتح السيرفر ده كل شويه وافتحه ريموت كونكشن، فانا طبعا لو الاي بي بتاعه كل شويه بيتغير انا هتعب، الموضوع هيبقى صعب جدا تروح تضطر تروح للسيرفر ذات نفسه وتعرف الاي بي الجديد اللي واخده، لان دي اتش سي بي ده دايناميك اي بي، ممكن تقفل السيرفر تفتحه تلاقيه خد اي بي تاني. فانت لا بندي له ستاتيك. فاحنا بنحجز اول 10 ايبات في النتورك بتاعتنا بحيث ان الراوتر ما يقدرش ما يديش في البول دي او ما يديش في الرينج ده، ويبدا يدي بقى من الرينجات بقى اللي انا عايز الاجهزه تاخد فيها اي بي هات. طبعا انا هسيف على الراوتر هعمل دو رايت، وهسيف على السويتش هعمل دو رايت رايت اها، وهسيف على السويتش تاني رايت. كلام جميل جدا. اتست بقى، تعالى مثلا بي سي 1
عايزه يختبر، عايز تختبر بي سي 1 هل هياخد اي بي ولا لا، اعمل اي بي دي اتش اس بي، اكتب كده اي بي دي اتش اس بي، او ممكن تكتب دي اتش اس بي ودوس انتر. لا اها بصوا بعد دي اتش سي بي ديسكفر، وبعدين بعد دي اتش سي بي ديسكفر مره ثانيه، وبعدين جات له دي اتش سي بي اوفر، بعدين بعد دي اتش سي بي ريكويست، وبعدين جات له من الدي اتش بي سيرفر اكنولجمنت. يبقى شوفوا شرح الاو اس اي موديل، اما شرحت البروتوكول بتاع دي اتش سي بي شرحت كل الكلام ده بالتفصيل. خدتوا بالكم؟ خدتوا بالكم؟ خدوا 11. طيب كلام جميل، تعالوا نروح الى بي سي 2 نشوف برضو بي سي 2 دي اتش سي بي ها هتاخد اي بي ولا لا، هتاخد اي بي ولا لا. اها الدورة ديسكفر اوفر ريكويست اكنولجمنت، خد فعلا اي بي، خد فعلا من اول 43. لو جيت عملت بينج 192.168.1.11 بي سي 2 ابينج على بي سي 1، اي بي بتاع بي سي 1 بي بينج معايا، لو بنج معاك مبروك يا بطل، انت عملت اول بيزك نتورك. تعالوا بقى نحل بقى ايه مع بعض، ايه اللي تشالنجينج تيست ظريف كده وحاجه خفيفه. ويتش كوماند ذاتس يوزد فور ستوبينج سيس لوج مسجز ديستربنج، ايه الكوماند اللي بيوقف يعني ديستربنج، يعني اللي بيوقف الازعاج بتاع سيس لوج مسج، ان الامر ما يتدخلش مع سيس لوج مسج، لوجن سينكرونس. اوكي طيب كلام جميل. Next, which command can be used for a PC to verify the connectivity between hosts that connected through switching the same LAN? لو أنا عايز أتست هل أنا أقدر أوصل لجهاز على نفس الشركة بتاعتي ولا لأ، إيه الأمر اللي أكتبه؟ Ping. Ping والأدرس. Trace certain ما ينفعش. هقول لكم بقى ده قدام، أو Trace route ليه ما ينفعش، ده هنقوله بقى إن شاء الله قدام. تريس سيرت، وطبعا التريس راوت ده بيحصل لما يكون في كذا راوتر ما بيني وما بين الجهاز اللي انا بنج عليه، واصلا انا ما فيش ما بيني وبين البي سي اللي بنج عليه اي راوتر، لاني انا بيقول لي البي سي اللي موجود معاك في نفس اللان. تمام طيب which command is used for password server encryption service space password dash encryption ولا service dash password encryption؟ انا هنا بختبر قوه ملاحظتك في حفظ الامر، service space password dash encryption هو ده. تمام محاضرة كانت ممتعة بالنسبة لي، شرحنا البيزك كونفيجريشن جنرال اوفر فيو، خدنا تشالنجينج لاب 1 اول لاب معنا في سي اس ان اي تشالنجينج تيست. انا يعتبر خلصت باذن الله تعالى يوم الحد الجاي باذن الله هنبدا الورك شوب. الورك شوب بقى ايه؟ 5 ايام. طبعا الورك شوب معمول لاي حد درس سي ان اي او سي سي ان بي او ام سي اس اي او ام سي اس اي، هندي لهم بقى ايه تدريبات عمليه على في 5 ايام. كل يوم هناخد بروجكت، اول بروجكت هيكون راوتنج اند سويتشنج لابات من توصل يعني لابات من السي سي اي، وهندج ديب قوي، هنخش بتعمق قوي في الاي بي فيرجن 6. وتاني يوم هيكون لابات مايكروسوفت سيرفر سيرفر، ازاي نعمل دومين كنترولر، ازاي نعمل جروب بوليسي، ازاي نعمل باك اب دومين كنترولر، ازاي نعمل باك اب دي اتش اس بي سيرفر، ازاي نشتغل على دي ان اس سيرفر. ثالث يوم هناخد لباك لينكس، ازاي انتجريت ما بين اللينكس وسيستم ويندوز. اليوم الرابع باذن الله هناخد بروجكت على السكيورتي، ازاي نشتغل على اي اس اي فاير وول سيسكو، ازاي نشتغل على سوفوس يو تي ام اكس جي. واخر لاب او اللي هو او اخر بروجكت في اخر يوم هناخد بروجكت كامل تصميم سيستم تليفونات ويز فويس اوفر اي بي وذ سي يو سي ام 10.5، وازاي نعمل داير بير ما بين الكول مانج اكسبريس سايتس. انا خلصت، اتمنى تكون المحاضره عجبتكم، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.